جهود غير مسبوقه قامت بها مصر في طريقها للعبور نحو العالميه في مجال الخدمات اللوجستيه لتقدم تجربه فريده ونموذجا حاز اشاده عالميه يعتبر تطوير القدرات اللوجستيه المصريه واحدا من اكثر الملفات التي شهدت نجاحا كبيرا بالتزامن مع سعي مصر نحو التحول الى ان تكون مركزا مهما للتجاره العالميه تطوير القدرات اللوجستية للدولة واحد من أهم الملفات التي شهدت نجاحا خلال العقد الماضي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية أفادت تقدم مصر بمعدل 48 مركزا منذ عام 2014 وحتى عام 2019 ليصل إلى المركز الثاني والخمسين عالميا، في حين تقدمت البلاد خمس مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الثالث والعشرين. البنك الدولي وفي مؤشرات له في مايو الماضي حول أداء البنى اللوجستية والأداء اللوجستي أعلن تقدم ميناء بورسعيد ثلاثة مراكز ليصل إلى المركز العاشر عالميا لعام 2022 وفقا لنتائج مؤشر أداء مواني الحاويات من بين 348 ميناء حول العالم. استراتيجية تحول مصر لمركز للتجارة الدولية واللوجستيات جاءت من خلال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ الدولة الاستراتيجية المتكاملة على مدار الأعوام السابقة في عدد من المحاور على التوازي، محاور تشمل إنشاء ممرات لوجستية زراعية كانت أو صناعية أو خدمية أو في مجال التعدين، فضلاً عن إنشاء شبكة طرق ومواصلات ضخمة للربط بين الممرات والمواني، فتتوافر بمصر جميع المقومات لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات. خاصة وأنها تتميز بموقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر. فمنذ عام 2014 يستحوذ قطاع النقل على أهمية كبرى لدى الرئيس السيسي نظراً لكونه قطاعاً حيوياً يخدم كل قطاعات التنمية في الدولة، فتابعت الدولة سياسة مرنة ومتطورة شاملة التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطيها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهائي. مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير الزراعة والصناعة بهدف زيادة التصدير والحد من الواردات كان هناك ضرورة لتطوير المواني وتهيئتها للتصدير ومع إنشاء تجارة الترانزيت تزايدت الحاجة لربط مصادر الإنتاج سواء زراعيا أو صناعيا أو سياحيا أو تعدينيا أو خدميا وذلك من خلال إنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج الإنتاج من خلال شبكات سكك حديديه، هذا ولا تزال الدوله بقياده الرئيس السيسي عازمه على استكمال خططها ومشروعاتها القوميه الطموحه التي بدأتها منذ عام 2014 لتطوير كافه شبكات البنيه التحتيه وفي مقدمتها مرافق النقل المتمثله في الموانئ البحريه والمطارات الجويه والمعابر والمنافذ بالإضافه إلى المحطات البريه والحدوديه، لتولي الدوله اهتماما خاصا بتطوير وتحديث الشبكه القوميه للطرق علاوه على البدء في تشييد أول شبكة للنقل السككي السريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.